بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال ومن أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري الصين والاتحاد الأوروبي الجديدين لدى البلاد. رئيس الوزراء يدعو إلى وقف الصراع العشائري بمنطقة ديفو وكبحنلي. وزير العمل يجتمع مع نذيره المصري. وزارة الدستور تفتتح مؤتمرا تشاوريا حول مراجعة الدستور في مدينة لوسمريب. وفي أخبار العالم رئيس الوزراء السوداني يبحث التحديات الإقليمية مع عدد من الرؤساء الأفارقة. أما الآن مشاهدين الكرام فإلى تفاصيل النشرة ومعكم عمر فارح. تسلم رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو اليوم الثلاثاء أوراق اعتماد كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة تينا إنتلمان والسفير الصيني سعادة في شينجاو. وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى البلاد أنها ستعمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين الصومال والاتحاد الأوروبي مثمنة في الوقت ذاته التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في المجالات الأمنية والاقتصادية وبناء الجيش وإعفاء الديون. وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة الفيدرالية ستعمل بشكل كامل مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لتسهيل مهام عملها الجديد متمنيا لها دوام النجاح. وبدوره أبلغ السفير الصيني الجديد رئيس الجمهورية تحيات نذيره الصيني مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وهنأ فخامة رئيس الجمهورية السفير الصيني الجديد بمناسبة تعيينه بهذا المنصب متمنيا له دوام النجاح في مهام عمله. دعا دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي العشائر المتحاربة في منطقتي ديفو وكبحنلي بإقليم هيران إلى الوقف الفوري للقتال. وحث رئيس الوزراء زعماء ولاية هيرشابيل ونشطاء السلام والمثقفين على لعب دور في وقف وحل صراع المتجدد بين السكان المحليين هناك. التقى وزير العمل وشؤون الاجتماعية في الحكومة الفيدرالية معالي عبد الوهاب أوغاس حسين أوغاس وزير القوى العاملة المصري محمد صعفان، وذلك في أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقام حاليا في القاهرة. وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر في مختلف المجالات فضلا عن فتح آفاق التعاون بين الوزارتين. وأكد وزير القوى العاملة المصري استعداد الوزارة تقديم أوجه التعاون إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فيما يخص مجالات القوى العاملة سواء في التحول الرقمي والتفتيش العمالي والتدريب المهني وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الوزارة. وثمن معالي عبد الوهاب أوغاس الدعم الذي تقدمه مصر إلى الصومال في عدد من المجالات وضمن جهود متواصلة للعمل على تعزيز العلاقات وتعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية. وثمن معالي عبد الوهاب أوغاس الدعم الذي تقدمه مصر إلى الصومال في عدد من المجالات وضمن جهود متواصلة للعمل على تعزيز العلاقات وتعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية في الصومال، موجها دعوة رسمية إلى نذيره وزير القوى العاملة محمد صعفان لزيارة الصومال. وحضر اللقاء سفير الجمهورية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية سعادة إلياس الشيخ عمر. افتتحت وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية اليوم الثلاثاء مؤتمرا تشاوريا حول التوعية بمراجعة الدستور، لا سيما عرض تقرير مراجعة الدستور الذي تم جمعه بين عامي 2017 و2020 وذلك في مدينة لوسمريب حاضرة ولاية قلمدوق. ويستمر المؤتمر الذي يجري بالتعاون مع وزارة الدستور بولاية قلمدوق على مدى 3 أيام بمشاركة شرائح المجتمع المدني. وأشار مدير عام وزارة الدستور بولاية قلمدوق سيد عمر أحمد شيخ إلى أن الهدف من هذا المؤتمر التشاوري إعلام المجتمع بالإنجازات التي تحققت خلال فترة جمع صياغة الدستور والوصول إلى اتفاق مجتمعي قائم على الشريعة الإسلامية والأخلاق والقانون الدولي.
الخبر الأخير مشاهدين الكرام، أجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اتصالات هاتفية مع عدد من قادة ورؤساء الدول الأفريقية ومبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الأفريقي السيد جيفري فيلتمان. وجرى خلال الاتصالات بحث مختلف القضايا والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فرح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.